الحين نشرت الجمعيات والحق صرنا جمعية بن ماجد الله يرحم الشيخ صقر وافق عليها طبعاً ما تصير جمعية بأمر الحاكم لما نشرت الجمعية فكر إن لابد أن نسوي شيء شير زايد الله يرحمه دائماً يوصي عن التراث فكلم شيخ زايد عن التراث ما يقصد إنه البحر نترك الجبل أو نترك الجبل نقبض قطب الزرع والري أو البلبر لأن إحنا كنا في بيت واحد. ولكن نحن لازمنا نبحث عن أفضل وأفضل. جمع التراث واجب على كل منا سواء كان الأولاد أو الفتيات كل منا له دور في جمع التراث.